غنديرو هي شدينا الباذنجان قطعناه دواوه وملحناه، دابا درته في الصفايه غنتقل عليه الفصيل ونحط عليه شي حاجه ثقيله باش نضمن انه ما يشربش ليا الزيت من عنق. عندنا نص كاس ديال الزيت، حطينا الدجاج قطعناه ستاكات وشرائح، درنالو تبلناه بالملح والبزار. دابا من بعد ما كملنا الدجاج بالقليان ديروا مطيشة الحب وغنخاف ديرها ديروا السنينة وتفكروا السنينة نزيد نص معلقه البزار، معلقه الملح والزعتر ناشف، الا كان طري ماشي مشكل يكون حسن. نخليو مطيشة طيب مزيان، بعد نزيدو لها واحد شويه الماء. الزيت ديالنا سخنات، دابا نبداو نقليو في البطاطا. We'll be right back.
سخنات البطاطا ديالي، البطاطا درنا فيها الملح والخل قبل ما نقليوها. بعد ما قلينا البطاطا غنمشيو للدنجال اللي كنا متقلين عليه، درنا ليه الملح وتقلنا عليه. هانتوما الشيء اللي كيطلق. دابا غنغسلوه باش نبداو القليان ديالو. دابا من بعد ما نشفنا الدنجال ديالنا غنبداو نقليو. دابا غنستفو العناصر، غنديرو الطبقة الأولى دنجال، الطبقة الثانية غنديروها بالدجاج، الطبقة الثالثة غنديروها بالبطاطا. غادي نسمو شويه ديال الزيت البلدي، نبقى لينا غير الفرماج، فرماج احمر نديروه من الفوق. نخليه على عافيه مهيله بما تنسجم العناصر، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق اليوم.